وهذا مراسل القاهرة الإخبارية من كييف غيث مناف ينضم إلينا. أهلا بك غيث. إذا قتال شرس نقلا عن قائد الجيش الأوكراني، ماذا لديك من جديد الأحداث؟ مساء الخير أميمة، دعيني أشير لما جاء من قبل الإدارة العسكرية لمنطقة سومي، حيث أعلنت الإدارة عن استهداف صاروخي روسي لأحدى المراكز التأهيلية للأطفال بالإضافة إلى مركز للأيتام، أدى إلى إصابة طفلين وثلاثة بالغين، هكذا ما يتم الإشارة حتى هذه اللحظة. فرق الإنقاذ تقوم بإجلاء المواطنين والبحث عن المفقودين جراء هذا الاستهداف. أشير أيضا في بيان صادر من الإدارة العسكرية لمنطقة سومي عن أن القوات الروسية شنت ما لا يقل عن 3000 ضربة جوية، وأيضا بمدفعية أرضية استهدفت من خلالها مدينة سومي وأيضا البلدات المحاذية لها، بالإضافة إلى إجلاء ما لا يقل عن 20,000 مواطن. نعود أيضا لما جاء في خبر خاركيف صباح هذا اليوم، حيث أعلن الرئيس الأوكراني في إحاطته المسائية بأن أكثر من 50 مدني أصيب جراء استهداف روسي لمدينة خاركيف، وأيضا أدى هذا الاستهداف إلى دمار في البنى التحتية المدنية، مركز رياضي وأيضا مركز للتسوق ومجموعة من المحال الاعتيادية كما وصفه الرئيس الأوكراني. وطالب أيضا الغرب بالمزيد والموافقة على ضرب الأهداف الروسية داخل العمق الروسي بصواريخ آتكامز الأمريكية، وربما سوف يكون هناك ردا من الولايات المتحدة الأمريكية في قابل الأيام القادمة، كون أن الوفد الأوكراني المتواجد ما زال في الولايات المتحدة الأمريكية هو يحاول تغيير ورقة الضغط والسماح لأوكرانيا باستخدام تلك الصواريخ داخل العمق الروسي، حيث قدم الوفد الأوكراني مجموعة من الأهداف والآن يدرسها الجانب الأمريكي على حسب ما جاء من قبل وزير الدفاع الأوكراني رستم أميروف، وأيضا رئيس البروتوكول الاختياري للمكتب الرئاسي أندري يرماك الذي أيضا هو متواجد مع وزير الدفاع وأيضا مجموعة من الدبلوماسيين الأوكران في الولايات المتحدة الأمريكية. نعود أيضا لما جاء من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية أليكسي سيرغيسي الذي أعلن عن صعوبة الوضع في الجبهة الشرقية من الدنباس، ولكن ما زالت هي الكفة متأرجحة ما بين الطرفين، ما بين الطرف الأوكراني الذي يعزز اليوم من قدراته العسكرية من خلال زج ألوية عسكرية إلى منطقة الدنباس، بالإضافة إلى تقدم القوات الأوكرانية صوب المناطق والبلدات في مقاطعة كورسك، وأيضا استهدافهم لمجموعة كبيرة من الأرتال العسكرية الروسية كما وصفه الإدارة العسكرية لمقاطعة كورسك صباح هذا اليوم. نعم. بالإضافة إلى شن الهجمات الصاروخية وأيضا المسيرات على المدن الروسية، وهذه انطلاقة جديدة كما وصفها أحدى الدبلوماسيين الأوكرانيين. نعم. الذي قال لقد بدأت ساعة الصفر لاستهداف الأراضي الروسية كما تستهدفهم القوات الروسية إلى الداخل الأوكراني. إليك الكلمة ومين. نعم، إذا هذا ما لديك حتى الساعة في الجانب الأوكراني من الحرب. أشكرك شكرا جزيلا غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معي من كييف.